في العادي الواحد بيبتدي يعني يشحن بطارياته ويبتدي يسخن كده من دور ال 16، يبتدي المواجهات الثقيله تبان ويبتدي نشوف كوره حلوه وكوره ممتعه. لكن النسخه دي من كاس العالم القصه ابتدت من بدري جدا الحقيقه. عدد المفاجات اللي حصلت في بطوله كاس العالم 2022 يكاد يكون تاريخي، رقم قياسي، ماتشات كتيره جدا الحقيقه فاجات العالم كله بنتائجها وبادائها. وزي ما قلت لكم خرجت لغه جديده او ثقافه جديده ظهرت في كاس العالم، انه مفيش صغير ومفيش كبير، مفيش تاريخ والقاب وبطولات ومفيش ارقام تسويقيه. في الملعب 11 قدام 11 وجهاز فني قدام جهاز فني وفكر قصاد فكر، وقد كان وادرس كتير من المنتخبات اللي كنا بنقول عليها قبل كاس العالم منتخبات صغيره قدرت تكسب الكبار. ومفيش فريق النسخه دي من كاس العالم تقدر تقول عليه انه مرشح وبقوه لتحقيق اللقب ما دقش مراره الهزيمه على ايد منتخب من المنتخبات اللي ما كانتش مصنفه او مرشحه. ايه الجديد؟ ايه اللي حصل؟ وايه اللي هيحصل في اللي جاي؟ هنسمع راي واحد طبعا من نجوم النادي الاهلي الكبار، كابتن رمضان السيد بيشرفنا النهارده في السادسه، وبالتاكيد طبعا لازم نعدي على الاهلي والمحله معاه. مساء الخير يا كابتن رمضان. مساء الخير يا ابو حميد. نور الدنيا. ربنا يخليك. وحشنا كتير على فكره. وانت كمان والله. اخبار حضرتك؟ الحمد إيه؟ لله كله تمام. الحمد لله يا رب الحمد دايما. لله. ربنا. مستمتع بكاس العالم كابتن جداً رمضان؟ جدا جدا الحقيقه. يعني الحقيقه المنافسه زي ما انت بتقول بالظبط، يمكن احنا كنا بنبتدي نحضر نفسينا من دور ال 16. اعتقد ان في مباريات في دور المجموعات الحقيقه مباريات قويه جدا جدا ومباريات فيها مفاجات يعني رهيبه. يعني لما حد مثلا يجي مثلا يقيم قبل دور المجموعات الحقيقه يقول مثلا اليابان تكسب اسبانيا وتكسب المانيا، السعوديه تكسب، انت مجنون؟ يقول له انت مجنون ولا ايه؟ تقول له كده، لازم تقول له كده. يعني في انت جاي تهزر ولا ايه؟ فرقتين كبار جدا جدا صحيح. جدا وفرقه لا مش موجوده. السعوديه بتكسب ارجنتين في اول مباراه الحقيقه، لا الكاميرون بتكسب برازيل، الكاميرون بتكسب برازيل لاول مره، فرقه طبعًا. افريقيه بتكسب برازيل، برازيل تونس بتكسب فرنسا الحقيقه وبطل عالم طبعًا. لا يعني الحقيقه المغرب بتكسب بلجيكا طبعا، وكوريا بتكسب البرتغال طبعا طبعا طبعا. في الحقيقه نتائج غريبه ونتائج بتقول ان الفيصل في الملعب في 90 دقيقه، انت محضر ايه في 90 دقيقه كتيم، وده هو ده الفيصل، مش الفيصل في الاسماء. الجرأه دي بتيجي منين يا كابتن رمضان؟ يعني انا هحط نفسي مكان المديرين الفنيين، انا بلعب في اهم واكبر بطوله في العالم، يا بلعب في اهم بطوله بيحلم اي حد يشارك فيها، والمشارق متعلقه يعني فاهم قصدي؟ طبعا فاهم حجم الضغوط. لو انا غامرت وطلعت لا قدر الله بخساره او بفضيحه يعني المشارق متعلقه على طول، ففي ضغط وفي توتر وفي جماهير مستنيه، وبلعب قدام، انا بتكلم طبعا عن مديرين فنيين منتخبات سواء الافريقيه او العربيه، وبلعب قدام منتخبات اغلبها مرشح. الجرأه دي بتيجي منين؟ وهل الحسابات ابتدت يعني او الفوارق ابتدت تدوب زي ما بيقولوا، ولا القصه شايفها ازاي؟ هي الفوارق ابتدت تدوب دي حاجه، لكن الحاجه الثانيه انا الحقيقه بحط نسبه كبيره جدا جدا من اللي احنا شفناه للمدربين. المدربين الجرأه اللي لعبت بيها المدربين هي ده سبب رئيسي في انك انت تشوف التحول اللي موجود دوت او اللي احنا شفناه الحقيقه. يعني انت النهارده مثلا لما تيجي تقول السعوديه مثلا بتلاعب ارجنتين في اول مباراه، ايوه الطبيعي هم نفسهم الجمهور السعودي والجهاز الفني وكل الناس بتقول مباراه قويه جدا جدا، احنا ولو خسرنا ما حدش يقدر يقول لنا حاجه، ده احنا يعني بنتمنى مثلا نخسر مثلا خساره قريبه واحد مش عارف ايه. لما المدير الفني في الحقيقه رينار الحقيقه لعب ضاغط، يعني لعب المباراه دي ضاغط على الارجنتين. الارجنتين ما كانش بيعرف يطلع من الثلث الدفاعي بتاعه، يعني ده حاجه، وكان اولا كان عاملها بشكل نموذجي، بيلعب ضاغط من فوق وفي نفس الوقت المدافعين بتوعه على خط السنتر. ايوه فطبعا الضغطه دي ما ادتش مساحات للاعيبه الارجنتين تطلع من تحت تبدا هجمه من تحت، وفي نفس الوقت ما ادتش مساحات لميسي، يعني على طول ميسي كان في اتنين تلاته لعيبه بيراقبوه مفيش. وزيد حضرتك مش شعر بيت بعد تقدم الارجنتين الكل توقع انه الامور انتهت بالزبط. وان السعوديه هتنهار وان الواحد ممكن يبقى اتنين ويبقى تلاته، فكان الحقيقه الريمونتادا كان العكس تماما بالظبط. قدرت السعوديه تتعادل وقدرت السعوديه تتقدم كمان. ده الحقيقه نموذج اتكرر كتير جدا. من المنتخبات اللي تاهلت الاول، خلينا نخش في الدوائر بتاعتنا قبل ما اقرا معاك دور ال 16، نقرا مع بعض دور ال 16 توقعاتك كده. من المنتخبات اللي تاهلت عندنا المغرب والسنغال. السنغال
شايف المنتخبين دول اولا هل قدموا اوراق اعتمادهم كفرق تقدر تروح لبعيد في البطوله؟ وازاي شايف فرصهم في المواجهات اللي جايه؟ طيب انا الفرقتين دول الحقيقه انا في رايي ان هم عندهم فرصه كبيره جدا بالاداء اللي ادوه ان هم يتخطوا الدور اللي جاي. يعني تخيل انت المغرب مع اسبانيا، انا في رايي بنسبه تروح ل 70% ان المغرب ممكن يتخطى. تعملها ممكن يتخطى بالمباراه باخر مباريات احنا شفناها الحقيقه. يعني اسبانيا مع اليابان الشوط الاولاني هم كانوا مستحوذين، الشوط الثاني اليابان فرضت رتمها عليهم انا كنت لسه بقول يعني مش عارف ده باد لك ولا جود لك، انه المنتخب فنشت دور المجموعات متصدره، فكان المفروض تقابل الثاني في المجموعه يعني اللي قدامها فكان مفترض انه يبقى مثلا اليابان يعني يبقى، لكن حظها جه انه اليابان ركبت بقت نمره واحد واسبانيا نزلت بقت نمره اثنين. هل ده كويس؟ وهل مواجهه اسبانيا الطف من مواجهه المنتخب الياباني، ولا كانت اليابان تبقى اسهل نسبيا بالنسبه للمغرب؟ انا في رايي حاليا دلوقتي يابان السنغال المغرب الثلاث منتخبات دولت ممكن بنسبه كبيره جدا يكملوا، لان الاداء اللي ادوه في البطوله الحقيقه مش اداء بتاع مباراه وخلاص. ده طبعا مشوار منتخب المغرب بدا بتعادل مع كرواتيا وصيف النسخه الاخيره 0-0 ثم فاز على بلجيكا اقوى عروضه كان امام بلجيكا بنتيجه 2-0 ثم فاز على كندا وختم مشواره في المجموعات بفوز على كندا 2-1 اهله لصداره مجموعته. بالظبط المغرب عامل الثلاث مباريات اداء هايل الحقيقه، وطبعا كسبان فرق كبيره جدا اذا كان بلجيكا او يعني وتعادل مع كرواتيا وحسب لكراتي طبعا طبعا عشان كده انا بقول لك مش مثلا ايه احنا ما شفناش الفرق المنتخبات دي في نص ساعه او مباراه، لا ده بالعكس ادائهم في الثلاث مباريات ادائهم هايل. ناس كتير جدا كانت مراهنه على انه على خطا الاتحاد المغربي بانه استبعد خليلوزيتش من المشهد قبل البطوله واتى بوليد الركراكي المدرب الوطني، ولكن الحقيقه يمكن العروض اللي قدمها المغاربه تحت قياده الركراكي اعتقد اثبتت انه الاتحاد المغربي كان صحيح طبعاً عنده حق وكان طبعاً صاحب وجهه نظر. طبعا على الرغم طبعا خليلوزيتش منتخب مدرب مدير فني كبير وليه مشوار محترم، لكن الحقيقه تجربه الركراكي اعتقد انها جت وخصوصا بعد عوده المستبعدين طبعا في اسماء كثيره دي جدا. دي ده الاساس يعني دي الاساس اللي هم عملوا بيه التغيير الحقيقه ان هم بيستبعد لعيبه كبيره جدا صانعين الفارق دلوقتي في تيم المغرب فده كان الاساس الحقيقه ان هم خدوا قرار باستبعاد السنغال سريعا. السنغال انت عارف رغم ان هم خسروا ساديو ماني الحقيقه، لكن لا تيم كوره تيم كوره بيلعب كوره جماعيه، تيم كوره متوفر له كل حاجه، السرعه بالقوه بالمهاره بيربطوا ازاي بيستحوذوا ازاي الحقيقه، لا تيم كوره تقيل جدا جدا جدا. طيب تعالى نشوف معاك كده كابتن رمضان دور ال 16 ونقرا توقعات حضرتك لغايه لما نوصل للمباراه النهائيه. جاهز؟ ماشي معاك. طيب ابتدينا النهارده طبعا يمكن المواجهه الاولى هولندا والولايات المتحده، هولندا متقدمه 2-1 وبنسبه كبيره يعني حطت الماتش في الثواني الاخيره صعب قوي ان امريكا تطلع، فامريكا كده صيفت خلاص من 16 يبقى عندنا هولندا ضمنت مكان في المركز في دور الثمانيه بفوزها 3-1 على الولايات المتحده الامريكيه. المواجهه بتاعت بالليل النهارده عندنا ارجنتين في استراليا. استراليا تعتبر مفاجاه بالنسبه لك وصولها طبعا مفاجاه جايه من بعيد قوي مفاجاه كبيره جدا فعلا جايه من بعيد، يعني ما حدش كان يرشح استراليا ان هي تخش دور 16 الحقيقه. ارجنتين طبعا ارجنتين يبقى كده عندنا اول مواجهات دور الثمانيه هولندا في الارجنتين مواجهه ثقيله برضه مواجهه ثقيله جدا جدا الحقيقه. يعني انا ممكن تقول في تمني الحقيقه ان ميسي ياخد كاس عالم السنه دي عشان ده هو يفنش يعني كده خده ما خدوش هو هيفنش، فانا بتمنى بكل الانجازات. حبيب ميسي انت كابتن طبعا لعيب كره جامد جدا 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 من اللعيبه اللي بتصنع الفارق في العالم. يعني لو ما حققش لقب كاس العالم تاثر على اسمه بعد كده يعني؟ لا تفتكر انت عارف انا بتهيأليش فيه هو حقق كل حاجه في الكوره طبعا فاضل له بس كاس يعني هو عنده اكيد رغبه كبيره جدا يعني هو لو خد كاس عالم يعني انا في رايي هيقرب من مارادونا ما حدش بيقرب منه خالص لان مارادونا يعني جاب له كاس عالم طبعا مارادونا في حته ثانيه طبعا مارادونا في حته ثانيه خالص فهو لو خد كاس عالم ميسي الحقيقه هيقرب من مارادونا يعني هيبقى الجمهور الارجنتيني يقول لك مثلا مارادونا وميسي لكن دلوقتي ده حاطين صوره مارادونا في الطياره وحاطين صوره مارادونا في اوضه اللبس
في غرفة الملابس. مارادونا حاجة جامدة جدا. طبعًا. انا نفسي ياخد الكاس دي عشان يقرب، الحقيقة من مارادونا. طيب نكمل معاك كابتن رمضان. فرنسا عندنا عندنا كده عندنا عندنا ارجنتين هولندا. ارجنتين هولندا، مين يكمل منهم؟ ارجنتين. طيب نروح للمربع اللي بعده. عندنا بكره اليابان في مواجهة كرواتيا، والبرازيل في مواجهة كوريا. اليابان كرواتيا والبرازيل كوريا. طبعا برازيل واليابان. لا احنا كده احنا في فرنسا بولندا. احنا بنتكلم على الناحيه اليمين. طيب اوكي، فرنسا بولندا الاول، فرنسا بولندا ماشي، وانجلترا السنغال. تمام اوكي. فرنسا، واعتقد ان السنغال ما تقدرش على الانجليز بكره. هي الانجليز يعني انت عارف ايه، اتغيروا يعني ابتدوا بيلعبوا. عندهم طبعا منتخب عندهم اولا لو تيجي بتعمل نسبه مئويه يا كابتن رمضان. يعني انا في رايي نسبه لا ما تمشيش 50 ما تمشيش 50. تمشي مثلا ايه 60-40 60-40 حلوين 40 برضو. في امل. انا مع السنغال لكن بكرة. لكن طبعا طبعا انا كتمنى اتمنى السنغال طبعا اتمنى ان شاء الله. طبعا. ومن فرنسا لو انت افترضنا انه فرنسا وانجلترا، مين يوصل منهم؟ فرنسا. فرنسا يبقى عندنا فرنسا وعندنا الارجنتين. ننزل تحت شويه. اليابان كرواتيا. عندي اليابان كرواتيا والبرازيل كوريا. انا بقول اليابان هيتفوق على كرواتيا. كرواتيا منتخب جامد جدا على فكره. بس انا اقول لك حاجه. اليابان بتضرب منتخبين كبار جدا. تمام. بتضرب المانيا، بتضرب اسبانيا، منتخبين من منتخبين التقال. مع اللي يشوف الشوط الاولاني مع ماتش انت شفت شفته طبعا. شفته يشوف الشوط الاولاني يقول المنتخب ده ازاي يوصل كاس عالم. انا عشان كده قلت لك ايه، قلت لك باستثناء الشوط الاولاني. الشوط الاولاني، لكن هم بعد كده كل مباراتهم الحقيقه مدينها بشكل قوي جدا. يبقى اليابان. فاليابان وبرازيل. اليابان ومين يوصل منهم؟ برازيل. برازيل. انت كده وصلتنا للقاء السحاب. لان كده عندك في السيمي فاينل البرازيل في مواجهه الارجنتين. بالظبط. طب نروح الناحيه الثانيه. اخترت فرنسا، وصلت للكوارتر فاينل. نشوف المربع اللي فاضل. عندنا المغرب في مواجهه اسبانيا. والبرتغال في مواجهه سويسرا. والبرتغال في مواجهه سويسرا. انا في رايي او برشح المغرب. المغرب على اسبانيا. المغرب على اسبانيا. المغرب على اسبانيا وبرشح طبعا البرتغال. هي كده المغرب لو عدت من اسبانيا طريقها مفروش بالورود باذن الله. بالظبط. للدور قبل النهائي. بالزبط. يعني اعتقد اللي يكسب اسبانيا ويكسب بلجيكا يقدر يكسب البرتغال او سويسرا ايا كان متاهل منه. بالظبط. متفق يا كابتن رمضان؟ التيم بتاع منتخب المغرب الحقيقه تيم تقيل. اتمنى لهم التوفيق. طبعا. وبعدين يعني عملوا مبارياتهم كلها بمستوى عالي جدا 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 الحقيقه. فانا برشح المغرب وبرشح طبعا البرتغال. البرتغال. من المغرب والبرتغال مين يوصل لمواجهه فرنسا في قبل النهائي؟ مغرب برتغال. يعني انا عندي احساس ان المغرب هيكمل. عندك احساس ان المغرب هيكمل؟ عندي احساس كبير جدا جدا ان المغرب هيكمل. هيكمل. ممكن بقى يروح دول الاربعه، يروح يعني لحته بعيده يعني. هنا يوصل لو كمل المغرب هنا يوصل للصدام مع منتخب فرنسا حمل اللقب. بقى عندي برازيل وارجنتين. برازيل وارجنتين. وعندي فرنسا والمغرب. فرنسا والمغرب. فرنسا. يلا كملها بالمغرب بقى يا كابتن رمضان. هنا صعبه. لا هنا صعبه بس مباراه قويه جدا. مباراه قويه جدا. رايك في مباراه تونس وفرنسا؟ وان كانت فرنسا ما بداتش اللقاء يعني بالاساسيين يعني باللعيبه الكبيره. طبعا. بس في النهايه برضو توانسة عملوا جيم كويس قوي. جيم قوي جدا جدا. والحقيقه عوض لهم الخساره لما طلعهم من دور المجموعات. لكن انا بقول ان المغرب الحقيقه عامل مباراه بشكل كويس قوي. لكن فرنسا تيم تقيل. فرنسا هقول لك تيم تقيل ليه. الوقت اللي كان مقعد فيه الخمس ستة لعيبه الكبار التقال جدا جدا، النتيجه كانت عاديه والاداء كمان كان عادي. طبعاً. اول ما نزلوا خلاص فرضوا رتمهم وسيطروا، وكان ممكن يتعادلوا وكان ممكن يكسبوا كل حاجه. تيم تقيل جدا 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 فرنسا الحقيقه. يعني ترشح فرنسا. فرنسا فرنسا فرنسا. ومن ناحيه ثانيه ارجنتين وبرازيل. ارجنتين برازيل مش بالعاطفه يا كابتن رمضان. انا عشان ميسي. لكن انا هقول الفريق التيم الاجهز او المنتخب الاجهز دلوقتي فنيا وبدنيا وكل حاجه برازيل. ايوه. لو برازيل وفرنسا في المباراه النهائيه ده نهائي 98 بشرطه. بالظبط. طبعا زيدان في مواجهه رونالدو ورفاقه سنه 98. طبعا البطوله الاولى في تاريخ فرنسا. فهيكون طبعًا. فرنسا وبرازيل فرنسا. برضو اللقاء حلم يعني. فرنسا. اللقاء صقر. فرنسا برازيل. فرنسا فرنسا فرنسا.
شايف ان فرنسا تحقق لقب مرتين على التوالي. بالذات يعني لو ما رج... انا في احتمالات بيقولوا ان ممكن نيمار يرجع المباراه اللي جايه او اللي بعديها. لو نيمار رجع طبعا يتقل البرازيل بشكل كبير جدا جدا ويفرق ويصنع الفارق زي ما ميسي بيصنع الفارق في الارجنتين، زي ما نيمار يصنع الفارق في برازيل. النسخه دي من كاس العالم ادت او يعني وصلت فكر جديد للمدربين او للمديرين الفنيين، يعني كل الناس اللي قاعده تتفرج، المشاهد بيتفرج عشان يستمتع، لكن المدير الفني بيتفرج عشان يشوف ايه الجديد، ايه الطرق، ايه التكتيك، ازاي تلعب فرق اكبر منك او اقوى منك في الامكانيات، تلعب معاها ازاي، تعوض الفوارق دي ازاي. هل ممكن الامور تختلف او يعني نشوف حاجه جديده في كره القدم بعد كاس العالم؟ يعني يمكن انا في رايي التجربه بتاعت السعوديه في مباراه الارجنتين، المباراه الاولى، يعني انا بشيد بالمدرب بتاعهم بشكل كبير جدا جدا جدا، لان هو اي تيم كوره، حتى لو تيجي تقول اي فرقه من الفرق اللي احنا بنتكلم فيها وسط الدور 16 هتيجي تلعب الارجنتين هتلاقيها بتقفل وبتلعب زون نص ملعب ويلعبوا على ميسي ازاي هيوقفوه والحاجات دي كلها. هو الراجل ما عملش كده خالص. ايوه ده هو الراجل لعب ضاغط من فوق، عمل حاجه جديده جدا. يعني حتى هو كان بيقول انا هلعب كده قبل المباراه. انا يعني وانت بتقول ايه الراجل ده؟ في ناس كتير جدا طبعا تناولت الفيديو اللي بين الشوطين طبعا ايرفي رينار وهو بيكلم لعيبه المنتخب السعودي. طبعا منتخب مدرب او مدير فني عنده طموح طبعا. مش مستسلم او مش شايف انه عادي على فكره انك انت تخسر منتخب الارجنتين او انك انت تبقى خسران وتلعب على انك انت ما تزودش النتيجه او تلعب ديفنس عشان الفرقه ما تنهارش. لا، الراجل بيتكلم على انه انزلوا العبوا كوره، انزلوا اقفوا قدام الارجنتين اتعادلوا وانزلوا كملوا الضغط بتاعكم. يعني ما قالهمش لا احنا خلاص بقى نكتفي ان ممكن 1-0 دي نتيجه كويسة والنتيجه الناس هتقول والماتشين اللي جايين اسهل فنراهن بقى على بولندا ونراهن على هو عمل ضغط على التيم الارجنتين الحقيقه ومنتخب الارجنتين 90 دقيقه المباراه كلها او نسبه كبيره جدا من المباراه. وده طبعا يعني اعتقد يمكن دي الحاجه الجديده اللي انا شفتها في البطوله دي. صحيح. غير نتائج فوزك مش عايز اقول الصغار على الكبار، لكن يعني المنتخبات اللي ما كانتش مصنفه على المنتخبات المرشحه لتحقيق اللقب. انا كمان لاحظت حاجه ثانيه يا كابتن رمضان، انه حتى المنتخبات اللي في دول ما عندهاش تاريخ، ما عندهاش ألقاب، ما عندهاش أندية، ما عندهاش بطولات حتى على مستوى الأندية، وكرة القدم فيها ما هياش يعني بالقوة أو بالرونق الكبير قوي، طبعا ظهرت بشخصية مختلفة جدا. طبعا يعني حدش يقول مثلا أنه كندا اللي ما بتتأهلش أساسا كأس العالم يبقى عندها منتخب محترم كده، منتخب محترم، منتخب قوي. سويسرا اللي ما فيهاش كورة وما عندهاش أندية موجودة أساسا على الخريطة في أوروبا ولا لعيبة كتير محترفة بره حدودها، عندها منتخب محترم جدا. قوي. صربيا يعني صربيا عندها منتخب قوي جدا قوي جدا. طبعا يعني في حاجات في الدنيا بتتغير واحنا ما بنتغيرش بصراحه. انا هكلمك بمنتهى الصراحه، ليه يعني ده بيحصل ازاي وليه، وازاي منتخبات ما لهاش تاريخ وما عندهاش انديه جماهيريه وشعبيه وانديه بتحقق بطولات قاريه زي مصر مثلا؟ عندنا هنا الاهلي يعني بيلعب مع كبار العالم، بيلعب مع كل ابطال القارات ومع اوروبا وبيأدي وبينجح. طب ليه على مستوى المنتخبات ما بنشوفش ده بيحصل عندنا؟ يعني هي بص انا هقول لك حاجه، مباراه بلجيكا ومصر الوديه اللي اتلعبت الحقيقه يعني نموذج انك انت عندك امكانيات تقدر ان انت الحقيقه تقارع اي منتخبات العالم. يعني بلجيكا مصنف تاني. ايوه احنا بنقول ده بقالنا 10 سنين يا كابتن رمضان ما شفناهوش غير في ماتش بلجيكا. يعني انا بقول لك يعني انت خد من بلجيكا الحقيقه مباراه بلجيكا وابني. يعني ما هو انت لازم تبني. طيب خليني اخدك من المشهد ده. هي النقله هتبقى صعبه شويه بس لازم ننقلها من المشهد ده للدوري المصري. بس قبل ما نكمل عشان ناخد بريك كده قبل النقله الصعبه دي نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام ده. الصورة الحقيقة رجعتنا لزمان يعني كتير، يعني أنا والدنيا اتطورت قوي. طبعا هو الأهلي لما بيروح في أي حتة مش بس في محلة بيبقى يوم عيد، طبعا بيبقى يعني ماتش الموسم بالنسبة للفريق اللي هو رايح يلعب معاه، وبالتالي بيبقى في استعدادات وفي اهتمام بالمباراة وفي دوافع وفي تحفيز وفي كل حاجة كأنه ماتش بطولة على لقب الدوري نفسه. يعني بصرف النظر بقى عن الترتيب وبصرف النظر عن الفوارق اللي موجوده بين الفرقتين والمحله من الملاعب الحقيقه
اللي يعني انا اسف في اللفظ دمها تقيل على جمهور نادي الاهلي، يعني احنا ما بنحبش نلعب في المحله بصراحه. في ملاعب كده يعني وزمان كان ما يعني ارض ملعب المحله ده كان مطبات كده وتلاقي الكره بتنط، فالدنيا كانت صعبه جدا. بس دلوقتي الملعب بقى في يعني بقى حاجه كويسه جدا بصراحه. اتمنى تكون مباراه حلوه، خصوصا انها من المرات النادره اللي بتتلعب على صداره الجدول. يعني بتهيالي ممكن تبقى المره الوحيده اللي الاهلي في صداره الجدول والمحله في الوصافه او في المركز الثاني، 10 نقاط للمحله 12 نقطه للاهلي. وبالتالي في من الدوافع كتير عند فريق المحله انه يلعب جيم كبير، وخصوصا انه بادئ الموسم بشكل كويس جدا. بابا فاسيليو اللي ما حضرش بين قوسين كده ما حضرش تمرينه النهارده، عشان اربط بالكلام اللي قلته في بدايه الحلقه انه في كلام على عدم استمراره، هل هيظهر في المباراه مش هيظهر في المباراه القصه دي، لكن مش في حسابات. خلينا ناخد راي كابتن رمضان. طبعا مره ثانيه برحب بيك كابتن رمضان، ربنا يخليك في مشوار الاهلي. وانا عايز اقف معاك قبل ما اروح لماتش المحله على ماتش امبارح. ماتش امبارح واحط معايا في نفس الخانه ماتش المقاولين. ليه؟ عايز تقييم سريع او ملاحظات كابتن رمضان السيد على مستوى الاهلي وادائه. انا قلت في بدايه الحلقه انه من بدايه الموسم، من اول ماتش اتحاد منستيري مع سوبر مع دوري، كان الاهلي في حته قبل التوقف، وبعد التوقف حاسس انه مش هقول في دروب، لكن خلينا اقول في تراجع نوعا ما. صحيح النتائج ايجابيه، صحيح انك علامه كامله قادر تكسب وتكمل، لكن واضح انه في حاجه مش مظبوطه. مش عارف متفق معايا ولا؟ طبعا بنسبه 100%. طيب. خمس مباريات الاولين الحقيقه مستوى انت عامل فارق ما بين اي فرقه انت بتلعبها. لاعب ثلاثه في الدوري ستة. ولاعب واحد في السوبر ولاعب الاثنين في افريقيا. مظبوط. الست مباريات مستوى سوبر. عالي جدا. وقلنا احنا حتى اشدنا كلنا الحقيقه بمستر كورال، وقلنا ان هو راجل متعايش بشكل كبير جدا، والراجل بدنيا اللعيبه على مستوى عالي جدا، والراجل عمل بيعرف يعمل توليفه بشكل كويس قوي في الست مباريات. يمكن انا في مباراه المقاولين الحقيقه في مدربين اجانب يمكن ما بيستوعبوش يعني مسابقه كاس مصر. يقول لك يعني احنا اصل بره في اوروبا في الدوريات الاوروبيه كلها ممكن تلاقي مثلا فرقه درجه ثالثه تطلع فرقه درجه مثلا مظبوط بتنافس وحاجات كده وبتاع، لان ما بتتاخدش دوريات بره. وهنا كمان بتحصل. وهنا بتحصل. لكن انا بقول لك هو الراجل ايه يعني، اولا انت عامل تدوير بدري قوي. احنا لسه في الاسبوع بس مش ممكن تبقى فكره انه برضو الغيابات قد تكون مربكه، مش هقول مؤثره، المفروض يعني انها ما تبقاش مؤثره. يعني انا بس ممكن تبقى اربكه الحسابات شويه. انا بس يعني عاوز ان الراجل يوصل الحقيقه لثبات تشكيل، وبعدين في نفس الوقت لما يجي يعمل تغيير يعمل تغيير في اثنين لعيبه. تمام. لو عاوز يعمل تغيير انت اجباري كده. غاب عنك محمد عبد المنعم، وغاب عنك محمود عبد المنعم، وغاب عنك متولي، علي معلول مثلا في ماتش المقاولين. فيعني انت عندك اربعه من اللي كانوا نص الفرقه تقريبا. يعني انا بقول ان تيم النادي الاهلي لما بتثبت الحقيقه لا بيصنع فارق الحقيقه. تيم والمدرب بيصنع فارق. احنا قعدنا مع فايلر الحقيقه 16 مباراه او 17 مباراه بنكسب. ايوه. في الموسم اللي هو حسم فيه الدوري بدري جدا، حتى لما مشي كان هو حسم الدوري. وكمان اللي يتحسب لفتره فايلر دي كجمهور يعني. ما بقيم دايما بقيم جمهور يعني. انا مش خبير زي حضرتك طبعا او ضيوفنا في السادسه، بس كان يتحسب كمان انه احنا حاسين انه في اداء تطوير. بيتطور، وفي في كوره. هي دي كوره الاهلي اللي احنا عايزينها ومستنيينها. بنكسب مع ممكن على فكره احنا مع بيتشو موسيماني كنا بنكسب زي الفل. بالظبط. صح ولا ايه؟ بالظبط. وجبنا القاب زي الفل، بس كان في حته دايما ناقصه عند الجمهور كده انه حلاوه الاداء. يعني هي في الثلاث اربع مدربين الاخر كان فايلر اللي هو اللي كان عمل لنا ديت. مظبوط. الحقيقه انت بتكسب باداء بجماليات، بتستمتع. يعني بتستمتع بالنتيجه، بتستمتع بالاداء، وشايف في الفرقه شخصيه الاهلي وانت كمان بتلعب بره، بتلعب جوه، انت بتلعب كمان في افريقيا، وصلت بتلعب هنا. وصلت النقطه يا احمد، نقطه مهمه جدا، ان انت ما تقولش ايه النهارده الاهلي هيلاعب مثلا اي تيم. هي. تقول مثلا هيعمل ايه؟ انت بتقول هيكسب كام؟ مظبوط. وهو ده اللي المفروض. يعني ده اللي المفروض الحقيقه. انا اعتقد ان والله انا ده نصا ده مش مبالغه يعني. احنا كنا بنقعد مع بعض في القعده كده. يا جماعه احنا هنكسب النهارده كام؟ حد يقول اثنين، انا اقول ثلاثه. هنكسب اربعه يعني. مش هنكسب ولا هنتعادل ولا هنخسر، لا. هنكسب كام؟ فهو الحقيقه
انا نفسي في خلال الفتره اللي جايه خلاص يرجع تاني. اولا محمد عبد المنعم رجع، النهارده متولي حضر تمرينه، معلول شارك في التمرينه، حمدي فتحي ظهر في ماتش امبارح، فبالتالي ماتش المحله حساباته مختلفه شويه عن الطلائع وال ماتش المحله المفروض مباراه قمه زي ما انت بتقول يا احمد، المفروض المحله في المركز الثاني، يعني اللي يكسب يقوم دايس بقى على الجدول. لازم ترجع بلعيبتك بقى، لعيبتك كلها اللي هي كانت بدأت بيها واللي انت عملت بيها تفوق في نتائج ايجابيه، وفي نفس الوقت كان الاداء كان هايل الحقيقه. فاعتقد ان احنا لازم نرجع للمرحله دي في مباراه المحله بالذات، لان انت عارف مباراه المحله في ملعبها مباراه صعبه جدا جدا. يعني من 20 سنه انت بتروح المحله وانت بتبقى تيم جامد جدا، المباراه تبقى صعبه، فبالتالي انت لو لعبت بالتشكيله الاساسيه بتاعتك اعتقد ان انت تقدر. انت شايف المحله ازاي بالمناسبه؟ يعني انا كنت بتكلم الحقيقه في بدايه الحلقه النهارده على الماتش، انا شايف انه يمكن على الرغم من انه الفرقتين مش بس المحله، كنت بتكلم على المحله والاتحاد مع بعض، الاثنين كانوا بيعانوا وبيصارعوا في الموسم الاخير اللي هو من كام يوم ومن كام ولا من شهرين ولا حاجه، الاثنين بيصارعوا عشان يهربوا من الهبوط، لكن البدايه السنه دي وكان زوران مع الاتحاد وبابا فاسيليو مع المحله عملوا فرقتين جداد خالص، الاثنين بداوا الموسم بدايه قويه جدا ولا اروع، كره هجوميه، نتائج بالزبط كويسه بالزبط. محله مركز ثاني النهارده 10 بونت، 3 مكسب وواحد تعادل. شايف المحله ازاي وايه اللي اختلف؟ اختلف الحقيقه زي ما انت بتقول بالظبط، المدرب، الجهاز الفني. طبعا الجهاز الفني فرق مع تيم المحله بشكل كبير جدا جدا جدا. اولا بيلعبوا كوره ما فيهاش خوف، بيلعبوا كوره هجوميه، وفي نفس الوقت ما بيلعبوش كره هجوميه مثلا بيعتمدوا في التلت الهجومي مثلا بتاعهم على 2 لعيبه ولا لا، ده بيروحوا باربعه خمسه لعيبه، عشان كده حتى هم سكورهم كويس. يعني جابوا جوال في كل مبارياتهم. طبعا المدرب فارق معاهم بشكل كبير جدا جدا. الاتحاد السكندري نفس الحكايه الحقيقه برضك، هي دي نفس اللعيبه اللي من الموسم اللي فات، يمكن دعموا باتنين تلاته لعيبه، لكن لا المدرب حاطط بصمته والمدرب صانع الفارق اذا كان في الاتحاد او اذا كان في المحله. امبارح في المباراة من الملاحظات اللي يمكن يعني لفتت نظري او يهمني اتكلم فيها مع حضرتك هي فكرة اللمسة الأخيرة، ودي واحدة من الحاجات اللي هي برضو نقدر نقول إن خرجنا بيها من الموسم اللي فات وكنا محتاجين نشتغل عليها بشكل كبير السيزون ده. البدايات حسستنا إن في تطور يعني نوعا ما، لكن امبارح وفي ماتش المقاولين حسيت برضو إنه مش عارف، هل المنافسه جوه كل مركز عامله ضغط على اللعيبه، كل واحد عايز يقول انا احق انا اقدر، شايفها ازاي؟ لانك برضو امبارح بعد ما استقبلت ابتديت هاجمت وتعادلت وضيعت وصلت كتير، يعني قدرت تخلق فرص كتير، ما كانش الاداء احسن حاجه بس وصلت، بس ما ترجمتش الوصول ده او الخطوره دي لاهداف، حتى هدف التقدم جه عن طريق ضرب الجزاء. انا هقول لك حاجه، الشوط الاولاني انا في رايي من أسوأ الاشواط اللي النادي الاهلي عملها في خلال بقى 7 مباريات اللي هم اللي هو لعبهم. شوط اولا ما فيهوش كوره، في ميس باس كتير قوي، وما فيهوش الحاجه اللي هي بتميز لعيبه النادي الاهلي، ان انا بقاتل عشان اكسب، الروح القتاليه ما مش موجوده خالص الشوط الاولاني، بدليل ان احنا ما فيش فرصه الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كله شوف ده بقى 47 دقيقه 45 دقيقه ودقيقتين الوقت الضايع ومش عارف ايه، ما فيش فرصه النادي الاهلي صراحه هو في الشوط الاولاني. كولر اعترف بده في المؤتمر، يعني قال لك احنا ما جيناش الشوط الاولاني بالظبط وده انعكس حتى بين الشوطين في غرفه الملابس في لعيبه بين في لعيبه يعني من بدري كده. انا يعني لازم تحس بلعيبه كبيره، لعيبه كبيره جدا ولعيبه عندها امكانيات عاليه جدا، لكن يعني احمد عبد القادر لعيب من اللعيبه المميزين جدا ويقدر يجيب لك جول في اي وقت ويقدر يصنع لك جول في اي وقت، لكن انا حاسس ان هو في بخل في عطائه، لازم يدي اكتر من كده. احمد عبد القادر ده ممكن يبقى من اللعيبه المميزين مش في النادي الاهلي في مصر، بس للاسف الشديد انا بقول ان هو بلاش البخل ده يا احمد، يعني لا دايس بشكل قوي جدا جدا في الفتره اللي جايه دي، يعني زي ما قلت. ولكنه اجاد الحقيقه في يعني انا مش فاكر لعبد القادر انه جاب جون براسه قبل كده. لا طبعا هو ده خطفه يعني كمان خطفه لان هو جاي من البعيده خطفه جول. انا بقول هو قادر انه يصنع الفارق. احمد قادر ده لعيب من اللعيبه اللي هو ادهولنا، يعني اللي احنا شفناه منه عنده امكانيات رهيبه رهيبه، يعني من اللعيبه اللي في مصر القليله
اللي بيحط الكره تحت رجليه وما تعرفش هو رايح فين وهيعمل ايه وهيجيب ايه فلازم احمد يدوس على نفسه شويه. ايوه ليه؟ ليه وللنادي الاهلي؟ طبعا يعني هيدوس على نفسه ليه وللنادي الاهلي؟ عشان يدي النادي الاهلي ويدي منتخب مصر. انا في رايي ان لما قائمه منتخب مصر تتعمل من غير احمد عبد القادر احمد عبد القادر مقصر في حق نفسه. اتمنى الحقيقه، انا شايف انه عبد القادر من اللعيبه اللي تراهن عليها كمستقبل للكره المصريه كلها مش بس النادي طبعا الاهلي. طبعا طبعا. حطيت ايدك على المراكز اللي ممكن او تحس انه مستر كولر ممكن يكون بيفكر فيها لتدعيمها او انه يكون فيها صفقات في موسم انتقالات شتويه؟ يعني انا في رايي ان لازم تجيب من مهاجم او اتنين. ومهاجم او اتنين ايه؟ النادي الاهلي. ايوه. مش اي اتنين مهاجمين. بتتكلم على محترفين اجانب كابتن رمضان؟ اجانب. طبعا. طب وتقال يعني انت عارف ايه؟ المهاجمين اللي هم في كل مباراه يسجل لك يجيب لك جول، انت عندك الامكانيات دي. يعني عندك امكانيات لعيبتك ان انت تقدر اولا في صناعه لعب بشكل كويس قوي. لما يكون عندك بقى مهاجمين مميزين اعتقد انت تحسم النتيجه بدري في اي مباراه بتلعبها. ما تتحطش في انك انت مثلا يبقى فاضل 5 دقايق وانت لسه 0-0 او الحاجات دي كلها، لا. فدي ده مركز من المراكز اللي محتاجين فيها، محتاجين جناح. يعني جناح على مستوى عالي او جناحين كمان. احنا قلنا الاجنحه السنه دي اكتر منطقه فيها صراع بين الاسماء اللي موجوده، وكمان بعد دخول كريم، لانه الراجل بقى بيوظف كريم على انه جناح دلوقتي. عندك كريم فؤاد، عندك حسين الشحات، عندك بسيتاو، عندك طاهر، عندك عبد القادر، عندك شادي حسين وشريف ممكن يلعبوا اجنحه، عندك كهربا لما يرجع. يعني بص انا هقول لك حاجه، انت بتتكلم مثلا حسين الشحات، بتتكلم على كهربا لسه مشكله وبعيد طاهر محمد طاهر. انسى طاهر ازاي؟ طاهر محمد طاهر، لان طاهر محمد طاهر حتى الموسم ده غير. صحيح. يعني في مباراه كل المباريات اللي شارك فيها انا حاسس ان هو غير. الموسم ده طاهر ابتدى يجي. ابتدى يجي اللي احنا كنا بنشوفه في المقاولين العرب. كريم فؤاد الحقيقه انا في رايي في توظيفه الراجل بيوظفه في حته الجناح ده يعني حاجه تحسب له، لان هو كمان عنده امكانيات ما شاء الله. هو هداف الاهلي الموسم ده. طبعا. يعني كريم من باك رايت لجناح هداف الفرقه. وحتى امبارح حتى في كل الحاجات وبيصنع كمان يعني طبعًا. غير التسجيل اسيستات اكتر برضو اعتقد يعني اعلى معدل امبارح حتى في الحاجات التسديد مثلا هو اللي مسدد بالشمال وباليمين والحاجات دي كلها. فكريم الحقيقه برضك حالل جزء كبير جدا من المركز ده. برضو حته الديفندر محتاجين او صناعه اللعب محتاجين واحد على مستوى عالي جدا جدا برضو. احنا جنب برونو سافيو، جنب مجدي افشه، جنب ولا جنب دايره، جنب السوليه وديانج وفتحي. هو ديانج والسوليه وحمدي فتحي الثلاثه جامدين جدا، بس برضك في اوقات في حد بيقع برضه، يبقى حد موجود، يبقى اللي بيقع ده بيبقى بيلاقي مكان. ده مهم جدا يعني يسدد المكان. اكرم بيلعب الحته دي يا كابتن رمضان؟ طبعا اكرم، بس هو اكرم خلاص. اكرم يعني خلاص. خلاص دلوقتي يعني انت رايك اكرم ما يرجعش؟ لا 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 طبعا لا طبعا. اكرم قفل الحته اليمين خلاص في نادي اهلي ومنتخب مصر. يعني ناقصه ايه اكرم عشان يبقى عالمي؟ يبقى اهدى. اكرم لو هدي وهو في كورته مع الكوره هيبقى حاجه جامده جدا. لكن اكرم عصبي يعني، هو ممكن يكون مثلا التفكير الاولاني بتاعه ان يستخلص الكوره ان هو يبقى بقوه وبعنف والحاجات دي كلها. بالعكس ده هو مثلا في مباريات لما بيعملها بهدوء لا بيستخلص بسهوله. وفي ناقصه بقى حاجه ان هو يكمل في التلت الهجومي ويبقى ليه خطوره في التلت الهجومي، وعنده الامكانيات دي. بس هو لازم يهدى. في مركز تاني ولا مساك؟ المساك. بس مع متولي وعبد المنعم وياسر وربيع. محتاجين الحقيقه حد يكون تقيل برضه معاهم. ايه السيناريو اللي من وجهه نظرك امثل للتعامل مع المحله في المحله في المباراه اللي جايه؟ قبل ما اروح على المحله مع علي معلول لازم باك ليفت. باك ليفت. طبعا. محمد اشرف قدامه شويه؟ لا قدامه شويه. قدامه شويه. قدامه شويه. يعني لما تيجي علي معلول لا قدر الله في اصابه او انذار او 3 انذارات او ايقاف او اي حاجه، لا لازم اللي هيبقى بديل لعلي معلول يبقى في نفس المستوى. يعني دي مهم جدا. مباراه المحله. مباراه المحله اعتقد ان الراجل لو رجع للتوليفه الاساسيه اللي بدا بيها 6 مباريات، لا يعني النادي الاهلي ممكن يعمل نتيجه ايجابيه واداء كمان. يعني لانك انت لما ترجع الحقيقه المبادره بتفرق معانا يا كابتن رمضان.
يعني بحس انه طبعا الاهلي لما طبعاً بيسجل الاول بيبقى الجيم مرتاح وبتبقى الكوره سهله بالظبط، والعكس الصحيح هي لما الاهلي بيستقبل الاول معرفش ليه الحسابات بتتلخبط والدنيا بترتبك وبيبقى فيه صربعه وبيبقى فيه تنشنه. المبادره في الاثنين، المبادره ان انا اجيب جول ودي بتفرق بشكل كبير جدا، والحاجه الثانيه المبادره ان انا ابقى انا اللي فارض ريتم انا على الفرقه الثانيه. ايوه ما ينفعش انا اقعد مثلا في مباراه المقاولين 45 دي انا مش عارف افرض ريتم على الفرقه المقاولين. دي المشكله، مش مشكله ان انت ما جبتش جوال. أيوة. عارف انت لو فارض ريتمك وبتضيع وبتوصل وبتخترق وريتمك سريع واستحواذ ما فيش مشكله. لا يعني زي ما انت بتقول دي المبادره دي حاجه مهمه جدا جدا في تيم النادي الاهلي. طيب خليني اخدك لنقطه مرتبطه بالدوري شويه. ودي يمكن تخصنا احنا اكتر كاهلاويه، يعني انا بتهيأليش انه في جمهور نادي تاني بيحس بيها قوي زي الاهلي ويمكن شويه جماهير الزمالك، يعني انه ماتشاتك كلها كاهلي بتبقى صعبه ايا كان بتلعب مع تاني الترتيب او بتلعب مع اخر الترتيب، بتحس انه الفرقه اللي قدامك بالظبط مستأسده ومطلعه افضل ما عندها، وبتهيألي الموقف ده بيحصلش مع كل الاهلي بالظبط مع نادي الاهلي بس. فبالتالي هل تتوقع انه اللي شفناه في كاس العالم، انا نفسي عشان الدوري مش عشان الاهلي والله، يعني احنا في الاخر بنكسب وبناخد البطوله برضه، لكن الفكره هل تتوقع انه الناس المدربين الفنيين للانديه في مصر يشوفوا بعد ما شافوا كاس العالم وشافوا النتائج وشافوا المنتخبات الصغيره والمنتخبات الكبيره نشوف كره هجوميه؟ اصل المباراه يا كابتن رمضان مش صراع على نقطه، صح؟ المباراه فيها كوره، فيها انا بلعب على 3 نقاط وانت بتلعب على 3 نقاط، فيها لحظات مطلوب مني ان انا دافع وفيها لحظات مطلوب مني ان انا هاجم، ويبقى الملعب مفتوح واللعيبه بتجري وفي جمل وفي بتنفق. لكن فكره اللي هو ما هو اي حد في الدنيا، انا ممكن على فكره امسك بكره فريق ارص ال 11 ورا واقعد ادافع طول ال 90 دقيقه بالظبط، ما فيهاش يعني ما فيهاش ابداع يعني. لا هل لا. تتوقع انه ده نص كاس العالم دي بما انها جايه في نص الموسم تاثر على مستوى الكوره ونشوف كوره في الدوري مختلفه عن اللي احنا متعودين نشوفها؟ المفروض ان انا بعد شفت مثلا اليابان بيكسب اسبانيا والمانيا، بشوف السعوديه بتكسب ارجنتين، بشوف النتائج الفرق اللي هي مش صغيره اللي هي بعيده بتعمل مباريات بالشكل القوي جدا ده، اعتقد ان احنا كمدربين مصريين لازم ناخد. ايوه انا النهارده ما انا ممكن النواحي الدفاعيه اول ما بفقد الكوره ما بنزل تحت الكوره دافع فخلاص ما فيش مشكله، لكن ان انا اتواجد في نص ملعبي وحتى لما استخلص الكوره اعمل هجمه مرتده مثلا بلعيب او 2 لعيبه، ما هو طب ما ده خلاص ده انت كده ما فيش مساحات خالص، يعني ما فيش اولا انت مش ما بتسعاش ان انت تكسب، ما بتسعاش ان انت تروح في مساحات، ما بتسعاش ان انت تعمل كثافه عدديه في التلت الهجومي، ودي مشكله. وفي نفس الوقت ما تقلقش، اي مدرب ما يقلقش، اعمل ال 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 الواجب الهجوم بتاعك بكثافه، وفي نفس الوقت اول ما تفقد الكوره كل منتخبات العالم بيرجعوا تحت الكوره. صحيح. نتمنى التوفيق للاهلي ويستعيد، نحافظ الاول على سلسله الانتصارات اللي بداناها من بدايه الموسم مع مستر. انا ليا تعقيب بس، اتفضل. ليا تعقيب الحقيقه، البنالتي بتاع مباراه الامس للاسف الشديد انا شفت ناس بتحلل او بتتكلم بتقول ان دي مش بنالتي. يا جماعه ده اللعبه دي 3 بنالتي في لعبه واحده، يعني 3 ضربات جزاء في لعبه واحده، يعني مش ضربه جزاء على واحد، ده الحارس ضربة جزاء ثلاثة. أيوة. يعني الاحتكاك مع الحارس، الحارس احتك مع 3 لعيبة. أيوة. وبعد كده مع بنو سافيو، صحيح. فالناس يعني ارجو ان يقولوا الحقيقة. أيوة. أيوة. هو الحكم يمكن غلطته انه طبق القانون واتاح الفرصة لغاية ان اللعبة تكتمل، لو كان حسبها من الاول او صفرها من الاول كان ما كانش حصلت حالة الجدل دي، لكن بالزبط. في النهاية كان قرار صحيح وقرار سليم. ونتمنى الحقيقة انه يعني في اللي جاي يبقى احسن. انا قلت قبل كده لا تحكيم ولا فار ممكن يعطلك طول ما انت الحقيقه بتسجل 1 و2 و3 و4 وبتدي نفسك اريحيه ضد اي سيناريو يعني ما يكونش في الحسابات. صح. اتمنى ان شاء الله كره الاهلي ترجع مع المرحله بشكل افضل، شكل اقوى، شكل اسرع، إن شاء الله. زي ما ابتدى الموسم. صح. مع مستر كولر، واعتقد ان شاء الله باذن الله مع عوده معلول، مع متولي، مع منعم، بشكل الفريق اعتقد الى حد كبير جدا يستعيد توازنه على الاقل في الماتشات اللي جايه. بشكرك كابتن رمضان، شكرا جزيلا، استمتعنا بك، وعدتنا بنهائي بين فرنسا والبرازيل. ولا الارجنتين؟ احنا قلنا فرنسا والبرازيل. فرنسا والبرازيل. على كل الاحوال هو في جميع الاحوال يعني كاس عالم ممتع، نتمنى لكم
يعني تاخدوا جرعه كرويه كده ممتعه، وهنرجع مره ثانيه طبعا نتابع الدوري العام، بس بالتاكيد ان شاء الله باذن الله بطوله استثنائيه من بطولات كاس العالم. بشكركم على المتابعه، بكره ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله نتقابل حلقه جديده والسادسه.